aussi via l'application ou là via une fois que les deux étapes se sont réalisées. Donc voilà l'aspect avec lequel on a toutes les données nécessaires à cette opération. القرض الشعبي هي استعمال التطبيقات استعمال وسائل الرقمنة بها السيد المدير العام للقرض الشعبي الجزائري علي قادري. الاتفاقية ستسمح لزبائن الشركتين بالحصول على منتجات استهلاكية مصنعة في الجزائر بتمويل موافق لأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا عن طريق منصة تجارة إلكترونية. نطمح نحن شركة أسيان رائدة في مجال البيع بالتقسيط إلى تطوير خدمة البيع وتسهيل عملية الاقتناء بإنشاء شراكة مع القرض الشعبي الجزائري، والتي تعتمد أساساً على التمويل الرقمي للأفراد عبر الموقع الإلكتروني التجهيز.dz. هذا المنتج يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها من خلال المتابعة والمرافقة للقرض الشعبي الجزائري من قبل هذه الهيئة، التي هي هيئة مستقلة، هيئة الرقابة الشرعية. فضلا عن ذلك، فإن الرقابة أيضا تكون على مستوى الهيئة الشرعية الوطنية، الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.